أزول في اللورة. السلام عليكم، بونجور، هيلو، كايشو، هولا. من سليلان؟ من اللغة سليلان؟ شالوم، يلا وتشالوم، يلا استقبلوا اليهود، يلا يا اليهود، يلا يلا يا اليهود، يلا يا اليهود. بركة من تاع الحرميات ديالكم، راه كانوا جدودنا كيعرفوكم يا اليهود. يلا واللي تبتو يلا تبنا معاكم، يلا حنا مازيغ وانتوما اليهود. نكونيني مازيغا كنينو زين، حنا كنقولو تا مازيغ ديالنا تا مازيغ تنا وداين نتنا راطين الشلوح مع نتني وسند الكلمات تنزغدر واعره من الشلوح راطين الشلوح وداين. ايوا داك الشيء علاش اليهود كيقولو لنا الشلوح. العرب كنت هما قريش راه بحال بحال ديك المنطقه كانوا في دقه وحده كيقولوا لنا الشلوح. حنا كنقولوا ليروسنا ايمازيغن، ولكن كنقولوا هي مازيغن جات هي بقات في اللغه، بقات هي لغه هي امازيغ تمازيغ، ولكن كنقولوا في البلاد اوتمازيرز اوتمازيرز، كل جهه اوتمازيرز. اما نزيك اوتمازيرز اما نزيك اوتمازيرز تينو حين جات من تما ديك الهضره. يلا اللي بغى يفهم اللي ما بغاش يفهم سيروا تقراو تمازيغ، وبركه من ديك الدارجه بركه من ديك الدارجه ديال تمازيغ، راه الدرجه ديك الدارجه راه مصلحاتش لينا، ما غاديش تقرا اصلا، ما نخليوهاش حيت هي كلها مازيغيه، ما نخليوش عاوتاني القمري نقلبوه. ايوا داك الشيء علاش باش الامازيغ ان شاء الله يوصلوا القمر، راه باقي الناس الامازيغ تبارك الله راه كاينين وصلوا اي 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 شركه في العالم كيخدموا فيها دابا، والناس مازيغ راه دابا في كاين امريكان وطلاف المناطق في العالم كامل. ايوا ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله يوفقنا يوفق الامازيغ. الامازيغ راه هما المسلمين الحقيقيين، الامازيغ هما الحقيقيين، راه غير هادو اللي في المدينه درجهم وخذوا لهم العقل هادوك الفقهاء اللي ما بغاوش يحشموا، ماشي ما بغاوش يمشيو يقريو الدراري يقريوهم القران يقريوهم الادب، لا بغاو يعربوا هذيك سباكيتي راه ما نقبلوهاش في المدارس، هذيك كتسمى سباكيتي، هذه لغه ماشي قران، سباكيتي عربيه، هذيك العربيه سباكيتي. نديرو اللغه ديالنا ونحتفظوا على البلاد ديالنا. السلام عليكم. القوم ديال العرب يحتفظوا على البلاد ديالهم ويحتفظوا على اللغه ديالهم، كذلك فرانسيس راه غجات له الاستعمار، هادشي الاستعمار ديال التخربيق، فرانسيس حتى هما يبقاو يخليو عندهم سباكيتي ديالهم، كل لغه في بلاد وحده، كل لغه في بلاد ديالها، كل لغه في بلاد ديالها. والاسلام راه غادي، الاسلام بلا ما تعول على قريش ولا ما تعول على العرب ولا اليهود ولا فرانسيس ولا الامازيغ، راه غادي غادي وكاع الا ما سلمتيش راه غير شوف مع من غتلاقى في يوم القيامه. يلا بلا ما نهضر، غير انتم راكم عارفين بلا ما نفسر عاوتاني في التفسيرات، اللي ما بغاش يسلم غادي يتلاقى مع كما كيقولوا عزرائيل. هو هي هادي كنسلم على 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 القوم ديالنا البلاد امازيغن، كلشي امازيغن، امازيغن راه من المغرب حتى ليبيا، وخلي الناس اللي في نيجيريا واللي في الناس ازواد كاع هذيك المناطق راه من امازيغ، وزيد عليها امازيغين اللي خرجوا العالم، راه فرنسا الا نهضت شي نهار انا ناكلوها ناكلوها الناس الامازيغ من الجزائر والمغرب والتونس وليبيا كاع في فرنسا، شي نهار الا نهضت فرنسا ما واش تحشم وغدير تجيب لينا ديك العنصريه ديال اليوطي ديك التخربيق، راه فرنسا نديروها في بوكاديو نديروها في الفرماج ناكلوها. ايوا تهلاو تهلاو يا قوم، الحمد لله الصحراء رجعات، نرجعوها ان شاء الله باش يرجعوا لنا ديك الامازيغ اللي تمايا راه غير الاستعمار اللي داير لنا داك الشيء، ومن بعد الى رجعنا ديك البلاد باش نسقمو بلادنا ونمشيو ان شاء الله لسميتو للجزائر عاوتاني نفتحوا الحدود، وان شاء الله نقادو التونس عاوتاني ليبيا ونجمعوا القوم ديالنا ان شاء الله تكون بلاد وحده وتكون تمازيغ ديك سباكيتي العربيه والفرنسيه تخرج من ديك البلاد راه ما محتاجينش ليها. ايوا ان شاء الله يبنيو الجوامع الجامع حدا الجامع، كاين غير القرا ديال بصح وتمازيغ، ما كاينش ديك سباكيتي
ما يجيش شي واحد يفرض عليا، يفرض عليا سميتو، يفرض عليا الخشب ديالو. يلا تهلاو، اللي بغى يقبل اللي ما بغاش يقبل، راه هذا الشيء هو المعقول. المعقول هو المعقول، كاين عام كاين لا، كاين جهنم كاين الجنه، صافي. كاين واحد عاوتاني هو اللي كاين كل شيء، ربي نعم صافي هو اللي كاين. يلا